الأستاذ ياسين العلمي بمناسبة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، والشكر موصول للأساتذة الأجلاء على ما جاء على ألسنتهم من توضيحات وكلام طيب وتحسيس ليصلح لهذه الندوة لنتقدم بالتبرع إن شاء الله. أصالة عن نفسي ونيابة عن الجمعية المحمدية لمساندة ورعاية المسنات والمسنين في المملكة المغربية، والجمعية البيئية السكنية، والرابطة المغربية للمتدخلين المتقاعدين، والجمعية للتنمية الاجتماعية للشؤون الاجتماعية السيدة خديجة. للجمعية المنظمة ولكل من ساهم من إنجاح هذا اللقاء التحديثي بالشكر. ومن ثالث، إننا نشجع المغاربة على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة بناء على المادة 14 من القانون رقم 16 كما جاء على لسان السيد القاضي سنسلو المتعلق ب عفاك المرور للسؤال مباشره لضيق الوقت. هذا السؤال بلاتي لان مهمه اذا سمحتي لي غادي نصاوب لضيق الوقت باش نفتح دابا راك تيحتي لي من فين افيك تو دون سبيك جو دو لسونسيال ليسي مو كونتينيي سي فو بناء على المادة 14 من القانون رقم 1690 المتعلق بأعضاء البشرية وأخذها وصنعها الصادر بالتنفيذي الظاهر الشريف رقم 208 الصادر في 13 من جمادى الأول 1420 الموافق ل 25 من شهر أغسطس 1999. أحبتي في الله، إن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لا يمثل خطر على المتبرع أو المتبرعة كاهبة للمريض لحياة أقوى، تكون بفضل تبرع أحد الأقارب بعضو جسدي لفائدة ابن أو أخ أو أخت أو أحد أو اثنين أو ثلاثة أو أحد الأصول أو الفروع. وفي الختام أقول بأن التبرع بالأعضاء برافو سكاي برافو صالح لإنقاذ حياة المرضى والتخفيف من ألامهم، وأيضا يصلح هذا التبرع للمحتاجين. وشكرا لكم. شكرا برافو.